بسم الاب والابن والروح القدس لها الواحد امين. برنامج كلمه في سرك، الكلمه اللي عاوز اقولها لك في سرك النهارده ضروري قوي، شفاعه والعلاقه بالست العذراء ام النور والملاك ميخائيل، كوكتيل الاثنين، الست العذراء ام النور والملاك ميخائيل، حتى ان بعض الكنائس تسمى باسم كنيسة الست العذراء أم النور والملاك ميخائيل. وكان القديس الأنبا ماكسيموس المتنيح يردد باستمرار في جلوسه وسط الناس: يا أم النور دبر الأمور، يا ملاك نجينا من الهلاك. ولما يفكر في تدبير الأمور ولا يعرف، ينادي الست العذراء أم النور: يا أم النور دبر الأمور، يا ملاك نجينا من الهلاك. وغالبا كل كنيسة فيها صورة للست العذراء أم النور، والدة الإله على يمين المذبح، الملكة شايلة الملك، والكاهن من ناحية الست العذراء أم النور. نعطيك السلام مع جبرائيل الملاك، قال السلام لك يا ممتلئة نعمة، رب معك. وأيضا لا تخلو كنيسة من صورة الملاك ميخائيل، رئيس الملائكة ميخائيل. وكلمة في سرك، لما تدخل في كل كنيسة ادخل عند الست العذراء أم النور، قل يا أم النور دبر الأمور، وروح للملاك ميخائيل وقول له: يا ملاك ميخائيل، يا ملاك نجينا من الهلاك، يا ملاك نجينا من الهلاك. أعجبتني جدا قصة إنسان مريض وعجوز له علاقة قوية بست العذراء أم النور وبرئيس الملائكة الطاهر ميخائيل. وهذا الرجل كان في سن 99 سنة، وأحكي قصة علاقته مع الست العذراء أم النور والملاك ميخائيل في 3 مراحل. المرحلة الأولى، رجل مشلول شلل رباعي سنه 99 سنة، وأصيب بالشلل من 29 سنة، سنه 70 سنة، في سن 70 سنة، واستمر في الشلل 29 سنة. وكان خادم يأخذ بركة هذا الرجل المرتبط من ناحية بالست العذراء أم النور ومن ناحية أخرى بالملاك ميخائيل. وكان يسكن هذا الرجل في بدروم تحت الأرض. والرجل الخادم اللي اتكلم عن القصة بتاعته حكى وقال إنه كنت أروح له عشان أخذ البركة بتاعته من الساعة 3 بعد ما خلص الشغل لغاية الساعة 12 في الليل. وأنا داخل في البدروم ريحة القروح وريحة البدروم الرديء التهوية، وأدخل عنده جوه وأجد الدنيا كلها بخور. والمرحلة الثانية في هذا الرجل، أنا بحكي عنه الرجل اللي بيتمتع بصداقة الست العذراء أم النور اللي بتدبر الأمور، الملاك ميخائيل اللي بينجينا والملاك بينجينا من الهلاك. هذا الرجل كان يحفظ أو حافظ 150 مزمور وصلاة الإشبية والإبسلمودية على ظهر قلب وهو لا يعرف القراءة والكتابة. أمال مين علمه؟ الست العذراء أم النور والملاك ميخائيل. ويقول الخادم إنه الواحد بينبسط أوي لما يسمع قصة الناس دي ويعيش عليها. يقول الخادم إنه كان يردد صلاة المزامير والإجبية والتذبحة والإبسلمودية مع الخادم وهو مغمض العينين، وغالبا كل ما يغمض عينه يغمض عين يشوف الست العذراء أم النور، ويغمض العين التانية يشوف الملاك ميخائيل. في واحدة بتحكي لي وهي متبتلة مش متجوزة وسنها كبير، تقول لي: الست العذراء أم النور
اقول لها جات لك الست العذراء ام النور؟ تقول لي ايوه. اقول لها لابسه ايه؟ تقول لي لابسه ابيض. قالت لك حاجه؟ تقول لي قالت لي باي. باي. واحنا في صلواتنا على المذبح نتمنى ان الست العذراء ام النور والملاك ميخائيل يقولوا لنا باي. نتمنى ابونا ميخائيل، ابونا ميخائيل كاهن كنيسه انبا انطونيوس، كاهن كنيسه انبا انطونيوس، كان كل ما يقرا الورق على المذبح يلاقي الملاك ميخائيل ياخدوا الورقه ويوديها السماء. نتمنى ان في صلاتنا على المذبح لا تكون صلاه جافه، ولكن علاقه مع الست العذراء ام النور ومع الملاك ميخائيل. هذا الرجل كان الرجل صديق العذراء ام النور، والملاك ميخائيل كان يردد باستمرار ويقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه اذا تذكر ينالك للحياه. وغالبا الست العذراء ام النور والملاك ميخائيل من ناحيتين كل من ناحيه كان يساعدوه على هذه التجربه. يقول هذا الخادم اني لعجب اني متعجب جدا ان رحت للمخدوم بتاعي الرجل العجوز اللي سنه 99 سنه ورجل مشوش شلن الرباعي، ولقيته لابس اللبس بتاعه وقاعد تمام التمام ومتحم واخد دش والمكان بتاعه منظم ومرتب. قلت له ايه يا عم فلان، هو انت ازاي اتحركت وازاي خدت الدش وازاي كلت؟ قال له ام العذراء جت اكلتني غسلت لي هدومي، والملاك ميخائيل حممني ورتب لي مكاني. ام العذراء من الضروري قوي كلمه سرك كلك علاقه مع الست العذراء ام النور اللي بتدبر الامور، والملاك ميخائيل بينجينا والملاك منجينا من الهلاك. الملاك ميخائيل عشان رئيس الملائكه، والملاك ينجينا من الهلاك. قال له ام العذراء، ام العذراء جت اكلتني غسلت لي هدومي. مش هي ماما شغلتها تاكل وتغسل الهدوم؟ وطوبى الانسان تبقى ام وست العذراء ام النور. مش الشغل بتاع ماما انها تاكل تعمل الاكل وتغسل الهدوم؟ وطوبى لانسان ام وست العذراء ام النور. ام العذراء يمي عذراء، ام العذراء اكلتني وغسلت لي هدومي، والملاك الحمايه، والملاك الحمايه، والملاك حممني. وعند نياحه هذا الرجل تنيح في ايد الست العذراء ام النور، عند نياحه هذا تنيح في ايد الست العذراء ام النور. ويقول الخادم في المرحله الثالثه بقى في حياه هذا الرجل او تم بقصها في المرحله الثالثه، يقول ان قال للخادم بتاعه انا عاوز اعترف واتناول، وجاب له ابونا عشان يعترف ويتناول. وبعد ما اعترف واتناول قال قام ورفع اليدين اللي كانوا مشلولين على الارض مش مشلولين في السماء، شدتهم الست العذراء ام النور، وقام على رجليه اللي كانوا مشلولين وكان بيسنده الملاك ميخائيل، وسجد امام صوره ربنا يسوع المسيح له السجود والمجد والكرامه، وسلم على الناس الموجودين وقال والعذراء من ناحيه والملك سواريس ملاك الطير ميخائيل من الناحيه الاخرى، يا رب في يدك استودع روحي. ومن هنا الست العذراء ام النور، هنا الملاك ميخائيل، كلمه في سرك باختصار هالصورتين، صوره للست العذراء ام النور، صوره للملاك ميخائيل. وطلع صوره الست العذراء ام النور ولما تحت تقول ادبر الامور، ولما تشعر بألم وبخطر طلع الصوره بتاعت الملاك ميخائيل وتقول له يا ملاك نجينا من الهلاك، احنا محتاجينك يا ست عذراء ام النور عشان تدبروا الامور، محتاجينك
يا ملاك مخيل عشان تنجينا من الهلاك، محتاجين الست العذراء ام النور زي الراجل ده هو والملاك مخيل من اول ما اتولد من بطن امي، من اول ما اتولد من بطن امهاتنا لغايه ما اقول يا رب في يدك استودع روحي. والست العذراء من ناحيه، ملاك مخيل من ناحيه تانيه، ولو ما كانش حد شاف الست العذراء من ناحيه وملاك مخيل من ناحيه تانيه، تبقى صوره للست العذراء في الجيب ده هو من ناحيه ديه، وصوره للملاك مخيل من ناحيه ديه، لان المجد دائم ابدين امين.